بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحه في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع الأخير من الكتاب، وهو النوع 47 في الكلام على المفردات من الأدوات وحروف المعاني، واليوم نتكلم على الحرف 69 والحرف 70. الحرف 69 ليس، يقول لك على ليس دي ايه بقى؟ فعل. ليس دي فعل، بس فعل يسموه جامد، يعني لازم صورة ايه؟ الماضي بس، ما يجيش منه مضارع ولا يجي منه أمر، يسموه غير متصرف. ما احنا الفعل بينقسم عند علماء النحو الى فعل متصرف وفعل جامد. فعل متصرف يعني ايه؟ يعني ياتي على صورتين او اكثر، ياتي على صوره مضارع، وياتي على صوره امر، ياتي على صوره ماضي، يعني بتعرف تصرفه كتير. في تم التصرف، يعني ياتي على الثلاث صور، الماضي والمضارع والامر، زي ضرب يضرب اضرب، قال يقول قل، أكل يأكل كل، يعني يأتي إيه على الثلاث صور، ده يسموه تم التصرف. طب في أنواع تانية تبقى ناقصة التصرف، يعني يأتي منه الماضي والمضارع بس، ما يجيش منه أمر، زي إيه؟ زي كاد يكاد، زي أوشك يوشك، زي ما زال ما يزال، زي ما برح ما يبرح، من فك وما ينفك. دي ايه؟ تأتي غير تمة التصرف، يعني بتأتي بصورتين بس، ماضي ومضارع. وفي نوع يأتي منه المضارع والأمر فقط، وده فعلين بس في لغة العرب، يذر ويدع. تقول يدع ودع، يذر ذر، يأتي بصورة المضارع وإيه والأمر، دع ويذر، فعلين بس لا سلس لهم في لغة العرب. كده خلصنا المتصرف التام والمتصرف الناقص، كويس. نيجي للأفعال الجامدة بقى، اللي هي إيه؟ تلزم صورة واحدة، يا إما تلزم صورة الماضي فقط، زي ليس وعسى. ليس وعسى دي بتلزم صورة إيه؟ الماضي فقط. وأفعال الشروع زي أخذ، جعل، أنشأ، وكمان نعمة وحبذا وبئس، اللي هي المدح والذم، دي تلزم صورة الماضي بس. فليس منهم، خد بالك، أنا كل ما أحكي لك القصة دي كلها عشان أقول لك إن ليس دي من الأفعال الجامدة، فهمت؟ في بقى يلزم صورة المضارع فقط، وده فعل واحد في لغة العرب، ينبغي. ينبغي ده فعل ايه؟ جامد، يلزم فعل ايه؟ صورة المضارع فقط. وفي يلزم صورة الامر فقط، زي هب، هب ان يحدث كذا، يعني افرد، واخد بالك. يبقى كده خلصنا، انا حاولت الخصها لكم في ورقة زي دي، ممكن تبقوا تصوروا، لخصتها لكم كده في ورقة زي دي، ممكن تصوروها وتنزلها، يبقى صورها ونزلها على الصفحة، صورها يا سيدي ونزلها على الصفحة. فليس فعل معناه نفي مضمون الجملة في الحال، كويس. إذا قلت ليس زيد قائما، يعني دلوقتي بتنفي مضمون الجملة في الحال، نفيت قيامه في حالك هذه. وإن قلت ليس زيد قائما غدا في الاستقبال، يعني لم يستقم كلامي، بقى إيه؟ ماسخ، فهمت؟
ولهذا لم يتصرف، لأن احنا قلنا ان هي فعل جامد، يبقى لم يتصرف يعني ايه؟ يعني فعل جامد يلزم الماضي فقط، ولهذا لم يتصرف فيكون فعلا مستقبلا، يعني ما يجيش منه المضارع ولا يجي منه أمر، ليس فعل ملوش إلا صورة واحدة في الماضي بس. هذا قول الأكثرين إن هي إيه؟ إن ليس بتنفي مضمون الجملة في الحال، ده القول الأولاني. وبعضهم يقول القول الثاني بقى إنها لنفي مضمون الجملة عموما بغض النظر عن الحال أو غيره، واضح؟ ده القول الثاني. وقيل مطلقا، وبين مطلقا والعموم يعني إيه؟ تقارب، حالا كان أو غيره، وقواه ابن الحاجب، ورد الأول، ورد الأول اللي هو أنها بتنفي في الحال، احنا بنقول الأول اللي هو إيه؟ اللي بيقول أنها بتنفي الجملة مضمون الجملة في الحال، ده القول الأول. جابوا له آية من القرآن بتنفي في الاستقبال، فهمت؟ ما احنا قلنا ان كل قاعده لها ايه؟ لها استثناءات. فقالوا ايه؟ انت بتقول ان بتنفي مضمون الجمله في الحال، طب هتقول ايه في قوله تعالى الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم، وده في المستقبل يوم القيامة، مش كده برضو؟ وهذا نفي لكون العذاب مصروفا عنهم يوم القيامه، فهو نفي في المستقبل. وعلى هذين القولين اللي بتنفي مضمون الجملة في الحال أو بتنفيها عموما ومطلقا، أدي القولين، يصح قول ليس إلا الله، ليس إلا الله يعني ليس موجود إلا الله، ليس متصرف إلا الله، ليس فاعل إلا الله، يعني إيه؟ سواء بقى في الحال والاستقبال أو في كل حاجة، عشان كده تنفع في الحال وتنفع في إيه؟ في الاستقبال، فتنفع عموما الجملة دي، كويس؟ وعلى الأول يحتاج إلى تأويل، اللي هو نفي مضمون الجملة للحال، كلمة ليس إلا الله هنحتاج إن احنا نأولها، نأولها يعني إيه؟ إننا نحملها على الحال المستمر مش الحال المستقبل، فاحنا هنأولها على هذا المعنى عشان نفضل ماشيين على القاعدة مش عايزين نخرمها، واضح؟ وهو أنه قد ينفي عن الحال بالقرينة، نحو ليس خلق الله مثله، ليس خلق الله مثله، يعني ليس أحد من خلق الله مثله، اللي هو النبي يعني صلى الله عليه وسلم. وهل هو لنفي الجنس أو الوحدة؟ طب هي لما بنقول إنها بتنفي مضمون الجملة، جنس المنفي ولا إيه الوحدة المفرد منه؟ فهمت؟ لم أرى من تعرض لذلك يعني لهذه القضية إلا غير ابن مالك في كتاب شواهد التوضيح، فقال ابن مالك اللي هو صاحب الألفية، فقال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من إيه؟ من صلاة العشاء وإيه والفجر والصبح. ففيه شاهد على استعمال ليس للنفي العام المستغرق به للجنس، وهو مما يغفل عنه، ونظير قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، فبينفي جنس الطعام إلا أن يكون من ضريع، يعني إيه؟ يعني طعام مملوء بالشوك. كده خلصنا ليس. يبقى ليس أنا عايزك بقى إيه تاخدها سندوتش صغير كده بعد الرغي ده كله، ليس بتنفي مضمون الجملة، قد يكون في الحال وقد يكون الاستقبال في قرينة، كويس؟ وأنها فعل جامد لا يتصرف ويلزم صورة واحدة في الماضي زي عسى. أنا عايزك بس تحفظ دول، مش عايزك منك، كفاية عليك كده، فهمت؟ تلصمهم في مخ، اللي هي إيه؟ اللي هي الخلاصة، يعني خلاصة الرغي ده كله، ليس فعل جامد لا يتصرف يلزم صورة واحدة في الماضي زي عسى، كويس؟
وأنه ينفي مضمون الجملة في الحال وينفيها مطلقا بقرينة، يعني سواء في الاستقبال أو غيره بس يحتاج قرينة بس وخلاص، كفايه عليك كده صلبها. واوعى ايه؟ اوعى تهز دماغك كده هتقع تاني، خلي دماغك كده امشي كده اهو، اوعى تبص كده ولا حد ما تثبت بس في دماغك. طيب نخلص لدن بقى، نخش في لدن. لدن تشبه عند، فاكرين انتوا لما اتكلم على عند وقال لك الفرق بين عند ولدن؟ من لدنا ومن عندنا، فلدن بمعنى عند، فعند أعم شوية من لدن، فلدن أخص أقوى فيها نوع من التخصيص والقوة، لكن عند عامة شوية فيها عموم شوية. عند كانت الحرف الايه 41 في الكتاب ده، الحرف رقم 41 اتكلمنا عليها قبل كده. كان المفروض بقى لو أنا بصنف الكتاب أروح جايب لدن وعند ورا بعض، لكن الإمام الزركشي برضو بيصنف بطريقة لطيفة، يجيبها لك بعيدة قوي عن عند عشان يفكرك بيها لأنها لطول النسيان، لأحسن لطول نسيانك. يعني في واحد ليه أسلوب في التفكير، يعني هو حط عند وجاب بعدها يجي 50-60 صفحة وبعد كده جاب لك لدن، مع إن هما إخوات. فهمت إزاي؟ واللي يفصل بين أخين مشكلة برضو، لكنه أراد أن يفصل ليه؟ عشان يعيد تذكيرك بها بعد طول زمان فما تنساش، يبقى العلم كله متقارب. احنا بنلتمس ليه العذر، لكن احنا لو بنعيد صياغة هذا الكتاب مرة أخرى هنجيب المتشابهات ورا بعضها عشان نبقى فاهمينها. دي طريقة تعليمنا احنا الحالي، يعني احنا كنا زمان لما نيجي نذاكر نجيب الحاجة اللي شبه بعضها ونعمل الفرق بين كذا وكذا ونعمل جدول ان دي كذا عشان تفضل ايه فاكرين. انتوا طريقه المذاكره بقى بتاع زمان اللي الناس كانت بتذاكر زمان ماتوا بقى اللي بيذاكروا زمان، دلوقتي بيقرا كده ويجري مش بيقعد يذاكر ويحفظ. اصل سيدي ماشي على الحروف على الحروف الاولانيه. والله ربما يا سيدي خلينا بقى لدن، ربما يكون ماشي على الحروف الابجديه. هل احنا لاحظنا الحكايه دي فعلا؟ عشان جايب بعدها ما الميم بعد اللام ميم ممكن. فهل الاولى اننا نمشي على الابجديه ولا مراعاه المعنى اولى؟ فهمت ازاي؟ يعني في واحد يقول لك وجهه نظري ان راعي معاني الحاجات المتقاربه حطها جنب بعضها بغض النظر عن حروفها ليه جاي. على اي حال خلينا في لدن النهارده، وعشان كده قال لك لدن اول كلمه قال لك ايه بمعنى عند، فهمت؟ وهي اخص منها لدلالته، وهو فعلا بادي على حروف المعاني بالهمزه، ها يبقى هو ماشي على الابجديه، يبقى لدن بمعنى عند كويس. وهي اخص منها لدلالتي على ابتدائها به، نحو اقمت عنده من لدن طلوع الشمس الى غروبها، فتوضح نهايه الفعل وهي ابلغ من عند، يعني أقوى من كلمة عند التي تدل على اختصاص، يعني اختصاص قوي قوي. شكرا في العلم يقول لك علم لدني يعني مني مباشرة، ما يقولش علم من عندي، يقول لدني علشان يبين إيه المبالغة في الاختصاص. يعني قال تعالى قد بلغت من لدني عذرا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، من لدن حكيم عليم، فهب لي من لدنك وليا. وقد سبق الفرق بينهما في عند، ارجع بقى الحرف العين تلاقي عند قاعدة لك هناك مستنيك، واخد بالك؟ قال على عند هناك فكرك، قال لك إن عند معربة ولدن ايه غير معربه، يعني ايه؟ يعني جامده، يعني تلزم صوره واحده ما بيتغيرش تشكيلها. معرب يعني تغير تشكيلها، تقول من عنده مثلا مكسوره ايه وجدته عند فلان تخليها منصوبه، واخد بالك؟ يعني بيتغير حركتها فيسموه عند معربه، لكن لدن جامده كده صوره واحده ما بتتغيرش. يبقى اول فرق بينهما ان عند معربه ولد جامد كويس.
عند كمان بتقع لما كان عند الشخص في حيازته الآن أو غائب. يعني تقول مثلا أنا عندي نسخة من كتاب البرهان. لو قلت عندي نسخة من كتاب البرهان تحتمل ان عندك الآن ماسكها في ايدك او عندك في البيت، فهمت؟ لكن لما تقول لدني نسخة يعني في ايدي، فهمت بقى الفرق؟ يبقى عند تدل على على الحاجة اللي هي تكون معك سواء حاضرة او غايبة، المهم موجودة وخلاص في حيازتك، سواء في حيازتك الآن او او غائبة عنك. لكن لدن لا تكون الا اللي في ايدك الان، فهمت ازاي؟ ادي بعض الفروقات جت في القران ورا بعض. واتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا. شوف عندنا وعلمناه من لدنا علما. خدت بالك الايه الحلوه دي في سوره الكهف؟ واتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يعني يقصد العلم الخاص، مش علم عام، علم خاص، وعلم مآلات الأمور وحكمة القضاء. لأن سيدنا الخضر كان يعرف علم مآلات الأمور وقضاء الله وحكمة قضاء الله. ليه طفل يموت وليه مش عارف يحصل؟ نقعد احنا طب وليه مات كده؟ ما كان كويس، ما يمكن يا أخي في مصلحة، فهمت؟ أو ليه طيب السفينة اتخرمت النهاردة وإحنا طالعين على باب الله عايزين نجيب رزق ناكل بيه، تقوم تتخرب وما نجيبش رزق؟ ليه بس؟ لا حول إنا لله. ويطلع إن خرابها سبب حمايتها. فاللي أنت شايفه شر يطلع مقاله خير. فعلم المقالات ده علم غيب كان ربنا خص سيدنا الخضر بيه، فهمت؟ وساعات تأتي بقى لدن بمعنى عند في القرآن برضو. فاكرين انتوا آية آل عمران وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب؟ وهب لنا من لدنك رحمة يعني من عندك. يبقى لدنك هنا بمعنى عندك. يعني أحيانا تأتي لدن بمعنى عند برضو، واضح؟ وقد تحذف نونها. الله، ده لدن دي هتحيرنا، تيجي من غير النون بتاعتها زي والفيا سيدها لدى الباب، ما جابش النون. والفيا سيدها لدى الباب، ما قالش لدن الباب، قال لدى الباب. هذا ما لدي عتيد، ما قالش هذا ما لدينا او هذا ما لدنا، قال هذا ما لدي عتيد. كده خلصنا ليس ولد. غدا بقى ما دي هنقعد عليها شوية، هتقعدنا شوية معاها كده، يمكن نقعد عليها 4 أيام. هنقعد على ما دي 4 أيام، فربنا يعلمنا وياخد بإيدينا ويثبت ما علمناه وينفعنا بما علمناه واجعله سبب لحسن فهمنا للقرآن والسنة يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.